بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان والى ابد الابدين كلها امين. الاصحاح الرابع من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، بركاته على جميعنا امين. هكذا فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا ألا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأكل؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. صرنا كأقدار العالم ووسط كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس أبا كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين به. لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرق في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني تأتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن الملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أبهات، وإحنا بنعيش صيام الرسل. تعالوا بينا
نقرب منهم شوية ونشوف حياتهم كانت عاملة ايه وخدمتهم عاملة ايه ومشاعرهم في حب الله كان قد ايه. من النقط المهمة جدا في حياة أبائنا الرسل إن رب المجد يسوع كان بالنسبة لهم هو الكل في الكل. كان حب المسيح بيغلي جوه قلبهم، كانوا بيحبوا المسيح بطريقة تفوق العقل. هم اتقابلوا مع رب المجد يسوع وعاشوا معاه وداقوا من المحبة بتاعته، كانوا مبهورين جدا بهذه الشخصية الفريدة، وكان قلبهم تملي يقول معقول إن الإله الغير محدود يتواضع ويجي يعيش في وسط البشر. كانت الحكاية دهيت بتخلي الحب في قلبهم يغلي. إزاي يرضى هذا الإله الغير محدود إن هو يجي مخصوص عشان يخلص الإنسان المحدود؟ إزاي هذا الإله العظيم يجي وياخد شكل إنسان ويشابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطية؟ هل ممكن لهذا الإله الغير متجسد اللي غير محدود ان هو يتجسد؟ هل ممكن ان هو يجي يخلص الناس الارضيين، الناس اللي على مستوى التراب، الناس البعاد؟ الحكاية دهيت خلت ابائنا الرسل زمان مش قادرين يصدقوا عظمة هذا الإله. هو في إله عبارة عن نور من نور، ونور لا يقدر أن يدني منه أحد، يرضى أن هو يجي يعيش في وسط البشر؟ لدرجة في لحظة من اللحظات معلمنا بولس الرسول بقى صاحب قلب ملتهب جدا بالله. يوم لما ربنا خده وطلع بيه في السماء الثالثة وابتدى يشوف جمال السماء وعشرة السمائيين، منظر دخل جواه ومش عارف يطلع. قول يا معلمنا بولس، ممكن تكلمنا عن الإله اللي انت بتحبه، تقول لنا عنه ايه؟ يقول ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله للذين يحبون اسمه القدوس. مش قادر يوصف. ساعات بقعد افكر، افرد يعني ان كان معلمنا بولس الرسول ده مش امن بالمسيح بعد صعود المسيح، كان امن بالمسيح والمسيح كان عايش، كان هيكتب يقول ايه؟ ساعات كده بقعد اسرح، افرض ان معلمنا بولس الرسول دوت، افرض يعني كان من الاثناشر تلميذ،
كان ممكن يكشف لنا عن ايه؟ كان ممكن يلقط ايه؟ كان ايه اللي ممكن يقعد يحكيه والتلاميذ كلهم ما عرفوش يحكوه؟ لكن هما ما كانوش مصدقين مع عظمة هذا الإله النوراني ان هو يجي ويعيش في وسطيهم، ان هو يديهم الفداء والخلاص مجانا، لدرجة ان هو قال عنها امور لا ينطق بها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم عنها. ولما حب في يوم يوصف المحبة بتاعة المسيح قال الفائقة المعرفة، انا مش عارف اتكلم اقول ايه. ساعات برضو بسرح بقول اكيد لو معلمنا بولس دوت كان من ضمن التلاميذ الاتناشر وراح حضر يوم الصلب كان كتب ايه؟ ده هو بس عشان انكشف له حب المسيح ليه من خلال الصليب قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ده بس عشان الروح القدس نور قلبه، قال يا جماعة أنا ما أحياه الآن الإيمان بتاعي. إيه الإيمان بتاعك يا معلمنا بولس؟ يقول أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا حاسس إن مشاعر معلمنا بولس الرسول عبارة عن قلب عمال يغلي بالنار بتاعت حب المسيح، ومحدش عارف يوقف النار دي خالص، لأن هو اختبر وداء الحب بتاع المسيح وقعد يكتب للبشرية وقعد يلهب قلوب الناس اللي حواليه، والدنيا كلها تقف ضده في لحظات كثيرة من الزمن، وهو كان أقوى من الدنيا دي كلها. كانوا القديسين والآباء الرسل كانوا مذهولين من هذا الإله المتضع؟ هو في إله في الدنيا بيعمل كده؟ ده يوم لما الروح خد القديس يوحنا الحبيب وطلع بيه وهو في جزيرة بطمس ودخل بيه السماء، شاف هناك الباب مفتوح ودخل وشاف عرش الله. اكتب بقى قديس يوحنا قلنا ايه اللي انت شايفه. معرفش يكتب، ده كل اللي كتبه في سفر الرؤيا ده ديت كلها عبارة عن رموز ارقام واعداد وكلام. قول يا قديس يوحنا، مش عارف يكتب، لولاش الملاك يجي يقول له اكتب كذا وقول كذا واعمل كذا. طب وانت فين القوة بتاعتك؟ من كتر حب الله لي ومن كتر ما هو ده من الحب ما قدرش يكتب غير عن صورة من اللي هيحصل فوق في السماء. ويوم لما كتب حاسس ان هو لسه ما عرفش حاجه، واللي كان بيلهب قلوبنا الرسل قلوب ابائنا الرسل ان هم كل ما كانوا يتعمقوا في حب الله يبان ان هم لسه مش عارفين حاجه، ودي قالوها كل الاباء بتاعه الرهبنه. قالوا كده، قالوا احنا كل لما بنخش جوه الانسان بيفتكر ان هو عارف حاجه يطلع معرفش حاجه.
لدرجة ناس قالوا إذا كان الواحد لغاية دلوقتي مش عارف يكتشف نفسه هيكتشف الله اللي خلق نفسه؟ واحد تاني يقول إذا كنا نجهل السماء نجهل السماء هل ممكن الإنسان يعرف الله اللي خلق السماء؟ بس العجيب إن حبهم كان كل يوم بيلتهب ومش مصدقين إن الله بيحبهم بالمنظر دوت. كل اللي اكتشفوه إن الله بيحبهم، هكذا أحب الله العالم كله. الحقيقة دهيت ما غابت لحظة من قلبهم، عشان كده هو المسيح بالنسبة لهم أصبح هو الكل في الكل. هو بيفكر في المسيح، بيمشي مع المسيح، إذا عاش عاش للمسيح، إذا مات مات للمسيح. المسيح مستحوذ على كل حاجة. هم عرفوا إن الحب اللي دخل جواهم مش عن طريق سعيهم، هم ما عملوش حاجة عشان يخش جواهم الحب ده، هم كل اللي عملوه ان هم قبلوا كمية الحب اللي المسيح اداها لهم، وابتدوا يصدقوا كلام رب المجد يسوع: لا يقدر احد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب. ده لازم الله الآب يجيبولي لغاية عندي. ويصدقوا كلام الرسل: لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. هم شعروا بالحب بتاع الله، شعروا ان هم مديونين لهذا الحب، شعروا ان ربنا بيكشف لهم على قد ما هو الطبيعة بتاعتهم بتحتمل ان تعرف شيئا عن الله. ولو ربنا زود المعرفة شوية يقفوا مبهورين ويقفوا في عملية دهش: ايه يا رب اللي انت بتوريه لنا ده؟ يا رب اللي انت بتوريه لنا ده؟ ده معلمنا بطرس الرسول في يوم من الايام ابتدى يقرا كلام معلمنا بولس الرسول، قال دي اشياء عسرت الفهم، يعني هو لسه ما خدش قوه ان هو قال الراجل دوت بيكتب الكلام دوت ازاي. ربنا كشف لواحد والتاني بالنسبة له أشياء عسرة الفهم. ربنا بيكشف لواحد والتاني لسه الفهم بتاعه. وكل ما الإنسان يعرف أكتر يعرف إن هو جاهل أكتر. هكذا عاش أبائنا الرسل. عشان كده ما تستغربوش بقى من الكلام بتاع معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 4، لما يقعد يقول كده هو: نحن جهال من اجل المسيح، لكن انتوا ده انتوا ناس حكماء قوي وناس عالي العال، يعني ما فيش احسن منكم، بس انا جاهل. ده معلمنا بولس الرسول بيقول كده لاهل كورنثوس، يقول لهم: نحن ضعفاء، ده انا ضعيف قوي، لكن انتوا باسم الصليب عليه ده انتوا اقوياء، ده انتوا ما فيش حد زيكم في الدنيا كلها. يقول لهم: انتم مكرمون، واما نحن فبلا كرامة. ايه ده يا معلمنا بولس؟ انت حاسس ان انت بلا كرامة؟ قال: اه. ليه يا معلمنا بولس؟ قال: كل لما بخش في حب الله اكتر واكتر انا بحس ان انا مش مصدق نفسي،
يا رب اللي انت بتحبني بيه ده، لكن انتوا كلكم باسم الصليب عليك، ده انتوا كلكم كرامة، ده انتوا احسن مني في الكرامة، ده ما حدش يوصل لكم. لدرجة ان بان عمل ابائنا الرسل في منتهى التجلي، يقول لهم يا جماعة مش انتوا بتشتمونا، انتوا بتشتمونا؟ قالوا اه. قال لكن احنا بنبارككم. ايه ده؟ ايه المستوى ده؟ نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. الحاجة بقى اللي تجيب للإنسان ذهول الآية اللي جاية دي، يقول صرنا كأقذار العالم. مين يقدر يقول كده؟ شايف القوة بتاعت أبائنا الرسل؟ شايف الجبروت؟ واحد بيقول صرنا كأقذار العالم، ده هو بيفتخر بكده، يقول صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيخ إلى الآن. ده أنا قذر وكل إيه ده؟ ده كلام معلمنا بولس. قال يا جماعة ما أنا مش مصدق، أنا جالي ذهول. إله الكون كله، النور الذي لا يدنى منه، جه عاش وسطينا، أنا أطلع إيه؟ أنا أطلع إيه؟ ده أنا عبارة عن قذرات، أنا ولا حاجة. مش هو ضعيف وبس، مش هو جاهل وبس، مش هو، لا، ده وصل نفسه. ايه ده يا معلمنا بولس؟ قال يا جماعة انا كل شوية لما بكتشف قد ايه الله بيحبني انا بتصاغر، بتصاغر. ودي كانت مشاعر حقيقية عند ابائنا الرسل. كل ابائنا القديسين كان هو دوت المنهج بتاعهم. لكنت تلاقي في ذات، ولا في كبرياء، ولا في محبة للعالم، ولا في خطية، ولا حاجة. كل ما كان ربنا يكشف لهم يفتكروا حاجة، يقولوا ده احنا طبيعة محدودة. تخيل معلمنا بولس الرسول يشعر ان قدرته محدودة، ومواهبه محدودة، وإمكانياته محدودة، وهو نفسه يعرف أكتر وأكتر وأكتر، لكن حاسس إن العيشة في الجسد، يقول نحن متغربون عن الله، كأن العيشة في الجسد دي عاملة زي الضباب، هو من خلالها مش شايف حاجة، نفسه يشوف. وبعدين يقعد يحلم كده، يقول ولكن لما نطلع فوق سنراه وجها لوجه. لكن انا اللي معطلني اليومين دول، اللي مش مخليني عارف اشوفه كويس، الضباب اللي انا عايش فيه، الجسد اللي انا عايش فيه. ودي خليته من جواه يغلي، ويقول لي اشتهاء ان انطلق. دي مشاعر ابائنا الرسل. واحنا صايمين الصيام بتاعهم دوت، بنقول لهم هل ممكن نعيش المشاعر اللي انتوا كنتوا عايشينها؟ هل ممكن تعلمونا انتوا ازاي حبيتوا الله بالقوة دهية، بالمجد ده؟ معقولة انتوا حبيتوه بالطريقة دهية؟ ده كلهم وكل الاباء بتاعوت الكنيسه بعد كده هو اكدوا ان احنا حتى بعد ما نلبس اجساد نورانيه ونقوم حتى في القيامه المجيده، يظل الانسان محدود، ويظل الله غير محدود. ونحاول ان احنا نعرفه يوم بعد يوم،
والإنسان يخاف إن هو يقرب، وهو مش هيعرف أي حاجة غير لما الله يريد أن يعلن له. ويوم لما الله يعلن لي حاجة في الأبدية يبتدي يفرح بيها ويعيش على حسها سنين سنين ومئات من السنين وملايين من السنين، عشان الإنسان محدود. أبائنا الرسل، انتوا ليه عشتوا في الاتضاع؟ انتوا ليه عشتوا في المسكنة؟ انتوا ليه عشتوا في التجرد؟ خلي بالكوا، مش كانوا عايشين في التجرد والمسكنة والاتضاع، لكن من جوه قلبهم كل الفرح. كانت حالتهم ايه؟ ولا حاجة. وبعدين لما معلمنا القديس بطرس يتكلم عن الفرح، الفرح المجيد الذي لا ينطق عنه، فرح مجيد. لا ايه ده، ده انت محتاجش حاجة، ده انت عايش متضع ومسكنة. قال يا جماعة ما لازم الضباب بتاع الجسم دوت ينزل شوية عشان ادوق الروح. معلمنا بولس الرسول مرمي في السجن الداخلي في فليبي ويكتب يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. كان متأسف، كان قاعد في السجن بتاع روما، قاعد في روما في السجن ويكتب رسالته لأهل فليبي لازم تفرحوا. نفرح ازاي يا معلمنا بولس؟ هذه مشاعر أبائنا الرسل. إذا كنا إحنا بنكرم أبائنا الرسل وبنحترمهم جدا وبنوقرهم ونعمل لهم صيام وليهم ألحان وليهم طريقة في الألحان مختلفة جدا عن كل السنة، ده معنى كده إن الكنيسة عايزة تديهم الوضع بتاعهم وعايزة تقرب منهم وتتعلم منهم. عايزة تقرب منهم وتتعلم منهم. في الأول خالص أنا قلت المسيح بالنسبة لهم كان هو الكل في الكل، كانوا لا يفكروا في شيء على الأرض غير في المسيح، لأنهم اعتبروا أن المسيح هو الحياة الأبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. قالوا المسيح هو ده الحياة الأبدية، طب ما تيجي نعيش الحياة الأبدية دلوقتي. ما كانوش بيفكروا في أي حاجة غير إن هم يعيشوا بحساب المسيح وبس. كل لما يعرفوا حاجة عن المسيح كل لما يحبوا أكتر، خلي بالكم. وكانت النتيجة إيه؟ كل لما يحبوا أكتر كل لما يخدم أكتر، وكل لما يخدم أكتر كل لما ينكر نفسه أكتر، وكل لما يتضع أكتر. السلسلة دي حياة أبائنا الرسل. يعرف المسيح أكتر، يحبه أكتر، يخدمه أكتر، يتضع أكتر، ينكر نفسه أكتر، لأنه دخل في الحياة الأبدية. هي دي السلسلة بتاعت أبائنا الرسل اللي احنا بنصوم مخصوص عشانهم. وبالنسبة لهم ان 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 هم ان هم كانوا مقصرين. تخيل احساسهم ان هم مقصرين. هم اللي احنا الواحد يقول على نفسه ايه؟ يعني هل انا عرفت المسيح؟ حبيته؟ طب ايه هو الحب بالكلام؟ طب انا عملت له ايه؟ هل قلبي ملتهب ليل ونهار في الصلاة في الخدمة، ان انا اموت ذاتي، ان انا اتعب من اجل اللي حواليا؟ عملت له ايه؟ معلمنا بولس الرسول اللي عمال كل يوم يعرف ويحب يقول اسعى
لعلي أدرك. لسه بتسعى ولسه عايز تدرك؟ قال أنا ما فهمتش حاجة. هكذا عاش أبانا الرسل. إيه القلب اللي بيغلي ده؟ ده ما بيبطلوا الصلاة ولا بيبطلوا صوم ولا بيبطلوا إن هم يستحملوا الإهانات والضرب. ده معلمنا بولس ده ترجم 3 مرات حد يا أبهات. يبعتوه خدمة وتقع تتكسر بيه السفينة، وبعدين الواحد لو حصلت معاه كده يقول لا 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 سامحوني بقى، أكيد ربنا مش رايد لي بالخدمة دي، أنا ما عنديش طالع الخدمة تاني، مش طالع. إيه اللي يطلعني بقى أنا أطلع لحساب ربنا وبعدين تنكسر بيا السفينة ودني في الأعماق يوم واثنين وثلاثة والليل يطلع عليا والنهار أنا مش رايح خدمة؟ ده أقل حاجة. أو حتى في نفسه هيشك يقول أنا مش مدعو للخدمة، أنا إيه اللي يعمل فيا كده؟ لكن القلب اللي ده حب الله ما يعرف اليأس أبدا. ده لو هو اترمى يوم واثنين وثلاثة والعمر كله يقول أنا هدني أخدم لغاية آخر قطرة دم من عمري، لأن قلبه بيغلب حب الله. طب ما ترجع بقى معلمنا بولس. أرجع إيه؟ ده أنا خسرت العالم كله وأنا بعتبره نفاية. أنا كفاية إن أنا عرفت المسيح. ودي تخلي قلبك طول النهار تصلي. ده في أفسس يقول في إصحاح 3 أحني ربتي. ده أنا هدني أوطي وأسجد. أنت طالب طلب من المسيح عايزه يحققه لك؟ يقول آه. طب يا معلمنا بولس الطلب دوت شخصي ليك أنت مثلا، نفسك في حاجة تحققها؟ قال لا مش عشان أنا، ده أنا بصلي كي يعطيكم. ده أنا عايزه يديكم. يدينا إيه؟ الاستنارة في معرفته بقى. أنت بتصلي من أجل الناس كلها عشان ربنا ينور قلبهم؟ إيه القلب ده؟ لأن هو دخل جواه النور، لأن هو عرف المسيح. وإزاي قلب يكون داقي المسيح ما يعرفش يدوقه للناس اللي حواليه؟ إزاي؟ حاجة تجيب ذهول. ايه المشاعر اللي جواك دي يا معلمنا بولس؟ هل هي لهفة انسان عطشان جدا ولهفة انسان جعان جدا ولهفة انسان متشوق جدا لله؟ هو عمله الوحيد ان هو يقعد يصلي ليل ونهار، ولما يصلي ليل ونهار هو بالنسبة له ان الروح القدس يشتغل جواه، هي دي اللؤلؤة كثيرة الثمن. هو دوت اللي عايز يوصل ليه للمسيح. وابتدى يعرف بقى ان اهم حاجة في الدنيا عنده هو عمل النعمة. تقروا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل رومية، اكتر رسالة كان بيتكلم فيها عن نعمة ربنا. نعمة ربنا دي عملت ايه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع. كل الرسالة عن النعمة، لأن أبائنا الرسل حسوا فعلا اللي بيحركهم هي النعمة. طب وتعملوا ايه علشان النعمة تشتغل في حياتكم؟ قالوا هنبعد عن الخطية، نبعد عن العسرة، نبعد عن الكسل والتهاون، ويبقى في جدية في حياتنا علشان النعمة تشتغل. من أجمل الآيات اللي قالها رب المجد يسوع وحبوها التلاميذ، لما في يوم من الأيام قال للتلاميذ
إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وابتدى بقى التلاميذ وأبائنا الرسل عايزين يفهموا يعني إيه يصغروا، يعني إيه يصغروا؟ هل الإنسان لازم يصغر ويبقى عيل صغير عشان يخش السماء؟ قالوا لا، مش هيصغر، عمر الإنسان بيتقدم لفوق ما بيصغرش. قالوا الطفل الصغير لما بيتولد بيبقى جسمه قليل وعقله لا يدرك، قليل، لكن الروح بتاعته بتبقى كبيرة. أنا عايزكم تبقوا زي الأطفال أصحاب روح كبيرة. أمال إيه اللي حصل لنا؟ اللي حصل لنا كان صعب جدا. وإحنا صغيرين يوم لما طلعنا من جردن المعمودية كانت الأرواح بتاعتنا كبيرة جدا، والجسم صغير والعقل صغير. ولما ابتدى الإنسان يكبر في الجسم بتاعه والعقل بتاعه ويعيش في وسط العالم، ايه اللي حصل؟ ابتدى العالم يطفي الروح، ابتدت الخطية تقلل الروح، ابتدت البيئة اللي احنا عايشين فيها تعمل زي الضباب فوق الروح لغاية لما الروح صغرت. انت عايز يا رب يسوع؟ قال ارجعوا زي الاطفال، خلي الروح بتاعتكم كبيرة. الروح بتاعت الطفل تعرفش تميز بين الذهب وبين الفضة، بين الراجل وبين الست، بين الشتيمة وبين المدح. ده روحه كبيرة. الروح الكبيرة ده هي تعرف تستوعب كل ضيقات العالم. هل يا أبهات لو جبنا طفل صغير مولود شهر واحد وقعدناه في قصر وجينا تاني يوم قعدناه في سجن، هل هيعرف يفرق ايه الفرق بين القصر وبين السجن؟ ولا يفهم حاجة. ليه؟ لأن الروح بتاعته كبيرة جدا جدا. الروح بتاعته ملك. ده قال كده عن الأطفال، إن ملائكتهم أمام الله ينظرون وجه الله. الطفل ده روحه كبيرة جدا، تأكله دية زي دية، يشوف راجل لا مؤاخذة عريان، أي حد عريان، الاتنين سوا بالنسبة له. ليه؟ قالوا عشان ده روحه كبيرة قوي. لكن يوم لما كبر العقل ويوم لما كبر الجسم وابتدى العقل ياخد من العالم، ابتدى يعمل ضباب للروح، وابتدت الروح تصغر 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 لغاية لما واحد يقول فلان ما سلمش علي أنا متضايق، فلان قال علي كده أنا متضايق. ليه؟ لأنه الروح صغرت، الروح قلت، الروح ما عادتش عندها استيعاب. وابتدى الإنسان روحه تصغر ويصغر معاه العقل. ورب المجد يسوع يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. عايز الروح بتاعتنا تكبر. هكذا عاش أباءنا الرسل القديسين بروح منطلقة ما عليهاش قيود. سلموا الحياة للمسيح وقالوا له من أجلك نمات النهار كله، اعمل فينا يا رب زي ما أنت عايز. لا قعدوا يفكروا ولا قعدوا يحسبوها وإيه اللي يحصل فينا وإيه اللي يجرى فينا. العقل بيعمل ضباب للروح، ما يشوفش المسيح، ما يشوفش السماء، ما يدقش أي حاجة. ربنا يدينا نعمة وبركة وقوة نعيش مع أبائنا الرسل فترة الصيام المقدس وإحنا ملتهبين بعمل الروح القدس في حياتنا.
له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا